اطمن انت مش لوحدك. اطمن يا مصري، الحملة دي مش مجرد فرقعة على الفيس ولا شوية صفافير ورزع حلل وكتابة على الفلوس. الحملة دي صرخة كل مظلوم في مصر ووجع كل وطني شريف خايف على بلده. اطمن انت مش لوحدك. هي صوت ناس كتير قوي، هي الاه بتاعت اهالي الوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو والالاف اللي زيهم. الحملة دي صرخة كل زوجة جوزها انتحر قدام المترو عشان مش عارف يصرف على بيته. هي حيرة كل بيت مصري مش عارف يلاقيها منين ولا منين، من المترو اللي بقى بسبعة جنيه ولا من التموين اللي اتشال ولا من البنزين اللي اتشال عنه الدعم، فغلى كل حاجة معاه. اطمن انت مش لوحدك، هي اللقمة الحاف اللي الناس محتارة تجيبها ازاي لعيالها من الغلا والكوى اللي احنا فيه. اطمن انت مش لوحدك، هي الاه بتاعت كل أمة عدم ابنها ظلم على مشنقة السيسي. هي دمعة عيال الشهداء والمعتقلين والمختفين قسريا على ايد النظام. اطمن انت مش لوحدك، هي غضب كل أسرة مات حد من ولادها من الجيش أو الشرطة في حرب ملهاش معنى، وإرهاب حوله النظام من محتمل لواقع بسبب غبائه ودمويته. اطمن انت مش لوحدك، هي الحيرة اللي جوه كل ضابط جيش شايف جيش بلده بيتحالف مع أعدائه الصهاينة، والحاكم اللي مفروض يحافظ على أرض مصر بيفرط فيها افتران وصنافير وبيفرط في ثروة البلد في الغاز ومية النيل. اطمن انت مش لوحدك، هي الصرخة المكتومة لكل وطني شايف نظام ديكتاتوري قمعي بيسيطر على كل حاجة في البلد عشان يفضل مخلد على الكرسي، وبيدوس برجليه على كل واحد يقول له لأ حتى لو كان أقرب الناس ليه. اطمن انت مش لوحدك، هي الشعب المصري كله برجاله ونسائه وأطفاله بشبابه بظباطه بمثقفيه وفنانيه بمسلمين بمسيحيين بالناس العادية اللي عايشة فيه، اللي شايفين ان السيسي خطر مش على اي واحد فيهم بس، لكن خطر على مصر نفسها. اطمن انت مش لوحدك.